طيب النهارده استقبلتي رسائل تسويقيه من ناس ما تعرفيهاش وما سمحت لهمش؟ ده الغريب بقى، يعني تجي لي رسائل من اماكن انا بتردد عليها او بزورها او شركات او محلات بتعامل معاها، تمام انا سايبه رقم تليفوني، لكن الشركات بقى اللي ما هو ده بيحصل ليه بقى؟ ده بيحصل من عمليات المعالجه. ازاي؟ انا النهارده عندي حجم بيانات ضخم جدا لعدد كبير جدا من الافراد. الافراد دي من الممكن انه مجموعه من البيانات تبقى بتهمني انا كجهه بتبيع حاجه معينه او بتروج لحاجه معينه، بس في جهات تانية انا اقدر استنتج مجموعه معلومات ضخمه جدا عن هؤلاء الافراد اقدر ابيعها اوكي لجهه تانية حضرتك ما رحت لهاش، بس هو عايز نمط المستخدمين مثلا اللي فاتوره تليفونه او معدل استهلاكه في شراء الملابس مثلا او الاكسسوارات 1000 جنيه في الشهر. اوكي، يعني بيتم تبادل هذه المعلومات أيوة. او ده الداتا التجاره بين الشركات. دي التجاره في البيانات الشخصيه. ما احنا النهارده بنتكلم على انه البيانات الشخصيه اصبحت هي بترول هذا العصر واكثر من بترول هذا العصر. ده هيتم تقنينه، يعني انا قررت ادي معلوماتي لشركه او محل معين مش مسموح له يديه للاخرين. فدي مساله الحقيقه من المسائل الايه المهمه جدا. عندنا كمان بعد بقى غايه في الاهميه فيما يتعلق بالاستثمار. انا النهارده مصر بيمر فيها الحقيقة عدد كابلات بحرية ضخمة جدا، من الممكن أننا نبقى من أكبر الأماكن الجاذبة لمراكز استضافة البيانات في العالم، الداتا سنترز. طيب النهاردة عندنا تحدي ضخم جدا في أنه في دول كتيرة جدا في العالم بتمنع خروج بيانات شخصية لمواطنيها إلا لدولة عندها قانون لحماية البيانات الشخصية، وبالتالي لو ما عنديش قانون فأنا كده بحد من الاستثمار في هذه يعني الإيه القانون ده الصناعة. عايزين نقول انه هيوفر استثمارات بشكل اكبر وبالتالي فرص عمل. بالتأكيد فرص عمل كبيرة جدا وفرص عمل كمان تخصصية كبيرة جدا. يمكن كنت بتكلم مع عادل بيه في الاستراحة قبل ما نخش على انه القانون استحدث وظيفة جديدة اسمها داتا بروتكشن اوفيسر او مسؤول حماية البيانات الشخصية. وده شخص المفروض انه هيبقى على قدر عالي من الكفاءة والمهارة والمواصفات الفنية الخاصة في المسألة دي، وهو اللي هيبقى مسؤول داخل كل جهة عن حماية البيانات الشخصية. الوظيفة دي النهاردة هنبقى محتاجين أعداد بالألاف منها. ده فرصة الحقيقة لمراكز التدريب لكل الناس اللي بتشتغل على الكاباستي بيلدينج أو على بناء القدرات والكوادر البشرية أنها تشتغل عليها الحقيقة من النهاردة. ده بخلاف طبعا فرص العمل والاستثمار اللي هتبقى موجودة اللي هتخلق فرص عمل عادية جدا لفئات مختلفة من المواطنين. ده جزء. الجزء الثاني الحقيقة ونتيجة انه الجي دي بي ار او الجنرال داتا بروتكشن ريجوليشن او اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية دخلت حيز التنفيذ، بقى عندنا كمان تحدي فيما يتعلق بكل القطاعات اللي بتشتغل في بيانات شخصية او بتتعامل مع بيانات شخصية لمواطنين أوروبيين. بقى محتاجين انه هذه القطاعات تبقى آمنة وهي بتشتغل مع هذه البيانات، ومن هنا كان أهمية كمان القانون. طيب.